بعثت منتخب الجودو تحقق لقب بطولة أفريقيا برصيد 9 ميداليات بواقع 5 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين وميداليتين برونزيتين. وزير الشباب والرياضة يؤكد الدعم الكامل الذي تقدمه الدولة إلى جميع الرياضيين ويؤكد على تحفيزهم على مواصلة الإنجازات. الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تشدد على ضرورة التزام الفرق الطبية بتطبيق بروتوكولات التشخيص والعلاج المحدثة لفيروس كورونا المستجد. وزيرة الصحة توجه أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بالمرور الميداني على المستشفيات لمتابعة تطبيق البروتوكولات المحدثة. وزيرة الصحة تؤكد ضرورة صرف علاج الفيروس والجرعات المحددة لحالات العزل المنزلي وفقاً للبروتوكولات العلمية المحدثة الخاصة بوزارة الصحة. قطاع المعاهد الأزهرية يقرر تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل الابتدائية والإعدادية لتعقد في 2 و 6 يناير المقبل. المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يستضيف اليوم فرقة بالي أوبرا القاهرة. أخبار رياضة. الأهلي يلتقي مع سوني ديب بطل النيجر اليوم في مباراة ذهاب دور 32 بدوري أبطال أفريقيا.